نحبوا ياسر رمضان، نحبوا ياسر، نحبوا على خاطر جوستومون كيما قلت ناس مسلمي على اللمة. و جو بونس اللي في الوضع اللي احنا عايشينه اليوم اللي ليا اون بيتيت بيرت دي روبير، معناها حتى فكره لا نويو فاميليال اللي تونتران دو قاعده يضيع قاعده تتلاشى. كوكو احنا ساعات راهو نبالغوا شويه، خاطر التونسي تونسي وتونس تونس، وكي تمشي لتونس وتدخل في الدوائر وتدخل فمش حاجة كبيرة تمست، مش هو اللي تمس سي لي روبير. دونك رمضان يجي يرجعنا لل الحمد لله. دونك سؤالك الحقيقة أنا الدخان نحيته، ارتحت منه دونك الحشيشة ما فهميش، ارتحت منه ونجم نقول لك بدلت لي حياتي الحكاية. حاجة دوخ والله. ماذا بينا ليس كنت تحكي لنا كيفاش العزيمة، كيفاش عملتها هكا العباد تفرشونا؟ شوف انا جاء وقت عملت لي قلبي تعب شويه والطب كانوا واضحين معنا نحي الدخان، وهذه حطتني قدام وعملت عمليه. انا كيف خرجت من العمليه قعدت يمكن 4-5 ايام ما تكيفتش وقلت فرصه معنا خلينا نكمل ودي معنى من قبل العملية جات تقول هزيت عبدو حطيت عبد وسبحان الله جات في صلاح وتفرهد دوبي. دونك ما عنديش الحشيشة، قبل كنت عندي